اشيل شعر وشي بايه؟ شفرات الفلامينجو سهله وسريعه. لا بتطلع شعر خشن. طب فتله؟ لا هيطلع لك حبوب. طب اعمل ايه؟ امشي بدقني يعني؟ هلوز، خلينا متفقين ان كل طريقه ليها مميزاتها وليها عيوبها، بس لازم تبقي عارفه ان طريقتك انت في التعامل مع وشك قبل وبعد اي طريقه من دول ليها تاثير اكبر من الطريقه ذات نفسها. هبسطها لك. مثلا شفره الفلامينجو، شفره زي دي اكيد انا مستعملاها قبل كده، لو ما اتغسلتش وتعقمت كويس وشك هيطلع حبوب. طيب انا ايه اللي المفروض اعمله قبل او بعد ما اشيل وشي؟ واحده واحده معايا يا ستي الكل. سواء تمين نفسك او في الكوافير لازم تغسلي وشك كويس. بعد كده بعمل سكراب. انا بستخدم منتجات بس الافضل ان انت تستخدموا حاجه طبيعيه. اعملي براحه بحركات دائريه عشان ما تعوريش وشك. تسيبيه دقيقتين ثلاثه وتغسلي وشك. بجيب جل صبار اي نوع، ومش بعمل وشي كله خالص لان هو من النوع الوبري الخفيف وبيبقى ظاهر بس بسيبه عادي. نروح في اتجاه الشعرايه وبطريقه خفيفه عشان ما تعوريش نفسك. الطريقه دي عيبها الوحيد ان هي بتطلع شعر خشن بعدها بيوم او يومين، لكن مش بتزود من كثافه الشعر، يعني احتمال كبير تضطري تعمليها كل يوم. يعني تحسبا مثلا انت جيتي تسلمي على حد تلاقي فيه مثلا في شوك في وشك مش لطيفه يعني. لو انت من النوع اللي بتعملي وشك كله ما اعتقدش الطريقه دي هتنفع معاكي قوي. هي الطريقه دي تنفع لو انت حضرتك بتحددي حواجبك بالمنظر ده او بتحددي حوالين الشنب بس كده. في نيتو. طيب دلوقتي انا خلصت، اسيب نفسي كده؟ طبعا وشك هيتلهلب حبوب. اول حاجه تعمليها هتجيبي قطنه وميه ورد، ولازم تتاكدي ان هي ما فيهاش زيوت عطريه. وعلى فكره دي مش ايفا، انا واخده العلبه بتاعتها، بس ايفا النوع وحش جدا عشان يقفل المسام. المسام ساعتها بتكون مفتوحه وملهلبه، فلو ما اتقفلتش هتلم بكتيريا وتجمع حبوب. بعد كده تجيبي سيرم يفضل يكون هيلورونيك، خفيف لطيف مرطب حلو كده. لو ما عندكيش هاتي نوع مرطب يكون خفيف حنين زي بابانسن كده في اتجاه واحد من جوه لبر. ده لازم يتعمل بعد ما تخلصي مباشره في ساعتها، ولازم تفضلي يومين على الاقل تهتمي بوشك كويس. وكولي وداعا للحبوب واهلا لنعومه الملبن.